الناقدة الفنية شيماء سليم واللي بتنضم لينا عبر الهاتف من القاهرة. صباح الخير على حضرتك وصباح جديد. خليني في البداية أسألك، اختيار شخصية مهمة وملهمة مثل الإمام الشافعي وتقديمها ليه الكثير من الدلالات، كثير من المفاهيم والقضايا والإشكاليات اللي بيطرحها العمل لازالت مستمرة طبعا حتى الآن، في رأي حضرتك كيف تقيمين اختيار شخصية الإمام الشافعي وتقديمها في هذا العمل الضخم؟ على حضرتك. طبعا اختيار الامام الشافعي اختيار ذكي جدا 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 لسبب مهم قوي، ان الامام الشافعي لما ظهر في وقت كان الناس كانت منقسمه فيه ما بين زي ما بيقال اصحاب الحديث واصحاب الراي. اصحاب الحديث هم اللي كانوا ملتزمين بالنص القراني والاحاديث النبويه، واصحاب الراي هم اللي كانوا زي ما بيقال عنهم مجادلين فقط. يعني الامام الشافعي كان بيجمع بين الاثنين، كان بيقدر ان هو بعلمه يناقش أصحاب الحديث، وبيقدر برضو بذكائه إن هو يجادل أصحاب الرأي. فده سبب. أنت عندك لو في انقسام، دي شخصية أكتر شخصية يمكن في التاريخ الإسلامي قدرت إن هي تتكلم بالحجة وبالمنطق وبالعلم، وفي نفس الوقت بهدوء وبالتسامح يعني بنوع من أنواع عدم يعني تصدير الفتن وعدم تصدير العنف وعدم تصدير التطرف في الحديث، او يعني اللي هو يعني كان جدا متسامح، جدا ذكي، جدا عادل، جدا عالم، جدا عارف هو بيتكلم ازاي. وفي حاجه تانية مهمه جدا، ان الامام الشافعي هو من الائمه اللي كانوا بيراجعوا دايما ارائهم وفقا لتطور الاوضاع وفقا لتطور الزمن وكمان وفقا لتطوره الشخصي في العلم والبحث والمعرفه. فكان كمان بيطور اراءه اللي كان بيقولها، ممكن يمسح راي اللي قاله من كذا سنه ويغيره ويعمل بداله راي جديد وفقا لقد ايه هو درس وبحث وراء هذا الراي عشان يطلع بالافضل يعني. طيب. او بما يناسبني. طيب استاذه شيماء، يعني زي ما شفنا حضرتك المسلسل بيضم عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، في رايك ده السبب اللي خلى نجاحه بالسرعه دي عند المشاهد العربي ولا في اسباب اخرى؟ لا طبعا هو في اسباب تانية. خلينا نقول طبعا في الاول ان اي عمل ناطق باللغه العربيه هو بيقدر ان هو يجمع بين اكبر كم ممكن من الجمهور. والعمل طبعا فيه لهجه مصريه احنا بدانا نشوفها من الحلقه الثالثه بوصول الامام الشافعي لمصر، بس في نفس الوقت في لغه عربيه ودي حاجه بتجذب الجمهور. حاجه ثانيه مهمه جدا، الاعمال العربيه التاريخيه بقت تقريبا مش موجوده دلوقتي. يعني كل سنه ما بقيناش نشوف، يمكن من اكتر من 10 سنين او حاجه كان في محاولات في سوريا وفي الاردن، بس دلوقتي المسلسل التاريخي الديني ما بقاش موجود خالص. طبعا احنا في مصر طبعا ده كان بيقدم في التسعينات وبداية الألفية، بس بعد كده المسلسل ده اختفى. خلينا نتكلم أول حاجة على حاجة مهمة جدا، المسلسل ده إزاي اختفى وإزاي رجع. اختفى لأن المسلسلات الدينية والتاريخية تحديدا بتتطلب إنتاج سخي جدا. لازم الإنتاج يكون في مستوى إنك يعني ما تستخفيش ابدا بعقول الجمهور. دلوقتي جمهورك كله في العالم، كله في العالم العربي وفي مصر، خلاص هو عينه مدربه على مشاهده الاعمال التاريخيه، هو بيشوف كتير جدا على مستوى العالم. فانت لازم تكوني في مستوى، مش هنقول حتى لو الاعمال العالميه بتسبقك، ما تبقيش بتسبقك بكيلومترات، لا تبقى بتسبقك بخطوات. يعني لازم لما تيجي تقدمي عمل تاريخي تبقي مهتمه جدا بالصورة ومهتمة جدا بالشكل اللي هتقدميه بيه، ديكور، ملابس، تصوير، اختيار ممثلين، يعني ده على مستوى الشكل لازم تضاهي الأعمال العالمية اللي الجمهور قاعد بيتفرج عليها طول الوقت على المنصات كمان. يعني الحكاية مبقتش صعبة خالص، الناس بتتفرج طول الوقت على حاجات تاريخية وعارفين يعني إيه عمل تاريخي. فانت لازم تكوني محترمة عقلية الجمهور دوت وبتقدمي له حاجة في المستوى اللي هو بيشوفه. وكمان يعني الحقيقه دي حاجه طبعا تحسب جدا للشركه المتحده، ان هي بمسلسل رساله الامام الاهتمام عندها مش بس بالشكل، احنا بنشوف طبعا صوره هايله جدا، بنشوف ملابس، بنشوف ديكور، بنشوف كل الحاجات يعني
بشكل ممتاز جدا يعني. لكن كمان الاهتمام هنا على مستوى المضمون. بالظبط، وفي العديد من الرسائل يعني حتى شفنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي في زي رسائل معينه كل الناس بتعمل لها شير كانت في محتوى الحلقات اللي فاتت. بالظبط، بصي الدقه كمان في جزئيه الاشعار بتاعت الامام الشافعي، ان احنا في كل حلقه قبل البدايه احنا بنشوف بنسمع جزء من اشعار الامام الشافعي بيكون له علاقه باللي هنشوفه في الحلقه. فده طبعا ده جزء من الاهتمام بالمضمون اللي انا بقول عليه، والاهتمام بالمضمون هنا بس مش ظاهر ان في مؤلف جه كتب وخلاص، لا ده في فريق بحث، في فريق المراجعه، في فريق اللي عمل بروفايلات او عمل يعني تطوير الشخصيات نفسها يعني. فانت عندك في جيش من الكتاب اشتغلوا في البدايه وكان في اهتمام بالنص كبير جدا واضح، و وده اللي برضو بيرفع جدا من قيمة أي عمل، إن النص لما بيكون جيد، وده اللي كانت بتعتمد عليه المسلسلات التاريخية في مصر في فترة التسعينات، إن بيكون النص جيد والأداء التمثيلي جيد، لكن طبعا الإنتاج كان بيكون ثقيل. بس المشكلة الإنتاج ما كانش بيظهر في الماضي ليه؟ لأن الناس ما كانتش بتشوف حاجات من يعني حاجات ما كانش عندها اللي هو الاوبشن يعني ان هم يتفرجوا على مسلسلات تاريخيه في العالم يعني. طيب خليني اسال حضرتك يعني يمكن احنا على مدار السنين اللي فاتت شفنا طبعا الشركه المتحده والمجهود اللي بتبذله سواء في الاعمال الوطنيه زي ما تابعنا كان الاختيار 1 و2 و3 وازاي اثر في الناس ومجموعه متنوعه جدا من المسلسلات. الموسم ده الشركه المتحده بتقدم لنا كمان يعني انواع مختلفه وانواع كثيره، وكان اولها زي ما اتكلمنا التاريخي والدرامي والاجتماعي والكوميدي والاكشن وطبعا الاعمال الوطنيه زي كتيبه 101. حضرتك شايفه كل التنوع ده ازاي ممكن يأثر على المواطن وعلى أي مشاهد بيشوفه، وإزاي الشركة المتحدة بتوصل رسائل الهامة عبر تقديم هذه الأعمال؟ هو طبعا يعني الشركة المتحدة أعتقد السنة دي في 17 مسلسل من إنتاجها، وهم كلهم فعلا متنوعين زي ما حضرتك قلت. أنت ممكن تقدمي للمشاهد على مختلف مستوياته الفكرية والعمرية كل ما يناسب كل شخص. عندك في يعني اطفال ومراهقين هيندمجوا مع المسلسلات الكوميديه، والحقيقه هم كمان بداوا يعني يندمجوا. وعلى ذكر كمان الاطفال مع الوطنية. في كمان يحيى وكنوز والمحميه. ما بالظبط يعني هو كمان، لا وانت عندك كمان في سن في المراهقين والشباب كمان مش بس بقوا بيتفرجوا على الاعمال الكوميديه، لا هم كمان بيتفرجوا على الاعمال الوطنيه. اعمال وطنيه. وسلسله الاختيار والكاتبه 101 السنه دي برضو محققه تارجت وهم قادرين فعلا يتفرجوا عليها، وده طبعا بينمي طبعا الشعور الوطني عند الاجيال الجديده دي ويخليهم يشوفوا تاريخ حديث يمكن هم كانوا اطفال صغيرين جدا او ما اتولدوش لما كان حصل يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه انت عندك بقى تنوع من نوع ثاني، انت عندك السنه دي كمان تحديدا في تنوع شديد في الموضوعات، في دراما صعيديه دي رجعت ثاني ما كناش بنشوفها بقى لنا سنين طالب. ودي حاجه بتجذب الجمهور بالذات الجمهور المصري جدا يعني، وفي ياما مسلسلات حققت نجاح كبير جدا في الدراما السعوديه فبترجع تاني. رساله الامام بترجع المسلسل الديني التاريخي تاني. ومش على فكره هي الفكره كمان مش في ان انت بس تعملي تنوع في نوعيه الاعمال اللي بتقدميها، لا هي الشركه المتحده مش بس تنوع، الشركه المتحده كل موضوع لكل مسلسل بيناقش حاجه معينه وبيخدم فكره محدده، وده اهم بكتير جدا من ان انا اعمل تنوع وفي النهايه ما يكونش عندي فكر يعني او يكون المسلسل فارغ يعني. لكن فعلا يعني استاذه شيماء احنا زي ما قلت لحضرتك احنا الشركه المتحده بتقدم محتوى هام جدا سواء الاعمال الوطنيه او التاريخيه وتوثيق لفترات مهمه جدا، واكيد ده هينفع كل الاجيال القادمه. وعايزه اشكرك شكرا جزيلا الناقده الفنيه شيماء سليم، كنت معنا من القاهره، شكرا جدا على المداخله دي.